أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذا الأسبوع نستضيف هنا في الاستوديو الشاعر الدكتور معين الكلدي من اليمن. حيا الله دكتور معين، أهلا وسهلا بك مجددا في بيت القصيد. حياك الله وحيا الله أهل القناة والمشاهدين الكرام. دكتور، في البداية، ما هي أخبار الشعر، المشهد الشعري، المشهد الثقافي اليوم؟ هل تراه مبشرا أم أن في الأمر شيء من الركود الذي يأخذ الإنسان إلى مزيد من الملل؟ لك أن تجيب بما تحب وبما يعبر عنك. والله أنا أعتقد أن المشهد الشعري يعتبر فيه زخم بحكم المواقع الاجتماعية ومواقع التواصل، وبروز فئة جديدة من الشعراء الشباب الذين أخذوا منابر عن طريق التواصل الاجتماعي. فأنا أعتقد أن بشكل عام هنالك كثرة في الكتابة الشعرية، لكن ربما تفتقد الجودة، لأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى توجيهات معينة، يحتاجون إلى ترقي سلم الشعر بتدرج. فكما تعلم وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من الشخص ربما يرى نفسه مغرورا ويرى نفسه وصل إلى القمة بسبب عدد المشاهدات التي لا تعكس جودة الشعر. لكن يظل المشهد مبشرا كما أرى. أحسنت دكتور معين. لا نريد أن يكون الحديث مقتصرا على الشعر، لكننا نريد أن نأخذك إلى اليمن الذي تحب، ونريد إجابات يعني من روح شاعر ينظر بعين المتبصر الحقيقي للواقع الذي يعيش. يعني باعتقادك إلى أين يتجه اليمن بصراحة دون مجاملة؟ ولك أن تجيب إجابة شاعرية إن أحببت. والله اليمن إن أردت أن يكون له بوصلة توجهه فهو لا يتجه إلى أي مكان، يتجه في الظلام كما هو حال كثير من البلدان العربية، غير مستقر، غير مرتب بحكم الوضع السياسي والوضع الإقليمي. لكن المثقفون يجاهدون كحال الشعب أن يعيشون في هذا الجو المظلم وأن يجدوا لهم بؤرات ضوئية ينطلقوا من خلالها. فأنا أعتقد أن الوضع في اليمن حاليا وضع غير سوي، غير صحي، لكن إن شاء الله نأمل ولا نأخذ جانب التشاؤم في هذه المسألة. هذا الأمل ربما يقودنا إلى سؤال عكسي للسؤال الأول، وهو كيف يمكن لليمن أن يعود كما كان؟ رؤية من ذات شاعرية، رؤية تنطلق من قلب إنسان مجروح حريص على وطنه. كيف يمكن لهذا اليمن الكبير، اليمن السعيد، أن يعود سعيدا وكبيرا؟ ما الذي يحتاج إليه؟ في اعتقادي الشخصي اليمن يحتاج إلى جهود الجميع في الداخل اليمني وفي الخارج من المغتربين، في نبذ التعصبات القبلية، في نبذ الفرقة الحاصلة، في التفكير في الوطن كوطن وليس كمصلحة. اليمن يحتاج إلى كل الجهود التي لم تبذل والتي بذلت في توحيد الصفوف، في نبذ الفرقة، في نبذ الظلم، نبذ الفساد. ربما هي عناوين كبيرة، ربما هي تصلح لكل زمان ومكان، ولكن لليمن خصوصية في هذه المسألة بحكم تشعبها القبلي، بحكم اختلافاتها السياسية. ربما لا أجد إجابة شاعرية في هذه البوابة، ولكن أقول على اليمني أن يدرك أن له دور وإن كان لا يراه في إصلاح هذا البلد، فعليه أن يبحث ما هو دوره. فالشاعر والأديب يبحث في هذا المجال، الطبيب كذلك، المحامي، القاضي، على الكل أن يلتزم بالمبادئ الإنسانية الكبيرة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإن شاء الله سوف نصل لبر الأمان بإذن الله. أحسن دكتور معين، أنت قلت لا أريد أن أجيب إجابة شعرية، وكانت إجابتك يعني واقعية إلى حد كبير، لكنك لم تهرب من الشعر إلى أولى القصائد. تفضل امتعنا بما
جلبت علينا من قصائدك الطيبة والراقية وخذنا إلى بواكيرها. طيب، هذا شيء، الشعر هو حياتي وهو متنفسي. تفضل. سوف أختار قصيدة عن اليمن بما أن اليمن هو كان حديثنا الأول. خذنا إلى اليمن إذن. تفضل. القصيدة بعنوان، وهي قصيدة أحبها وشاركت بها في أكثر من ملتقى، وهي بعنوان تصفح في جينات يمني. تصافح، تصفح، تصفح في جينات يمني. الطب يفرض نفسه عليك دائما، بلا شك. مهنتك الطب تفرض نفسها حتى على عناوين قصائدك إن لم يكن على المضامين أيضا. نعم صحيح. تفضل إلى القصيدة تصفح في جينات يمني. ما عهد الصمت ولا المسكنة، بركانه في الصدر من أسكن. من جديد، من جديد حتى أستوعب. ما عهد الصمت ولا المسكن. جميل. بركانه في الصدر من أسكن. هذه فلسفة طبية وليس الطب فقط. نعم. يثور، يخبو، يختفي صبره كقطعة التبق وقد دخن. إيه؟ لو قيل من أين ترى دمعة تفر من ضحكته المعلنة، لو قيل من أين ترى دمعة تفر من ضحكته المعلنة، بلاده الأخاذ في عينه ولن ترى في الأرض ما خمنه. مبعثر أن اتجهت الأسى دليله أن الشقى وطنه. الله. ينكر العرش. مبعثر من جديد. مبعثر أن اتجهت الأسى دليله أن الشقى وطنه. يا الله. ينكر العرش ولا تهتدي بالقيس أو هدهده بينه. يا الله. الجوع في كهف المنى ناسك، والخبز في درب الهدى مئذنه. الفقر أغناه، ترى جلده من فوقه اللباس ما أثمنه. الموت من صبحه سرمدا يخشى حياة ذلها أنتنه. ترى قلاعا في ربا خده وسحنة الجند ومن طعنه. هذه الجبال الشم في أنفه والجرح في غرته سوسنة. وهيكل تخبه الريح ولا يحرك الخوف به أهونه. ممتشقا من كبرياء الأولى ذي يزن في ذكره فرعنه. يا الله. وعجزه يرمي به قاصدا كمستحيل يفلق الهيمنة. ما عهد الصمت وهل هدأة التنين قبل النفخ من سخنه. وهل هدأة التنين قبل النفخ من سخنه. أجملك يا دكتور، ما أجملك. ما سريع أجملك. في جينات يمني، هذا يعني فيه من الغضب ما فيه هذا النص، ومن الشجن والحزن. لماذا كل هذه الروح الغاضبة؟ الوضع يفرض عليك هذا الشعور، والمواطن اليمني هو الضحية الأول في هذه الحرب الحاصلة، فكان لزاما علي أن أتصفح في جيناتي، أن أدخل في مآسيه وفي ألمه، فكان ما كان. أحسن دكتور معين، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها أهلنا هناك في اليمن، ما هي أو ما هو أكثر ما يزعجك في الصورة اليمنية وترجو أن يتغير بكل صراحة؟ حقيقة التعصبات السياسية فرضت الكراهية حتى على الأسر اليمنية الداخلية، فتجد الأخ يعادي ابن عمه، وتجد فهذا المشهد التنازعي التشرذمي حتى على مستوى الأسرة ليس على مستوى الحزب أو هذا لا يبشر بأن الأمور حتى لو صلحت سياسيا أنها ستصلح على المستوى الاجتماعي قريبا. أنا أتمنى أن نحن كشعراء أو دعنا نتحدث عن طبقة المثقفين، أن شريحة المثقفين، شريحة المثقفين، أن نحن أن نتجنب قدر الاستطاعة الخوض في الجانب السياسي، ممكن نخوض في الجانب الإنساني، في الجانب الحياتي، في جانب المواطنة، في الأمور، في المبادئ الكبيرة، التعايش والتكامل. نعم. والتناغم، الخلافات السياسية، ورفض كل سبل الفرقة والتناغم. نعم. السياسة لا يوجد لها السياسي لا يوجد له صاحب، قد يكون عدوه صاحبه في الغد. نعم. لكن كمواطن ستظل مواطن، فأنا أعتقد أن نبذ الخلافات السياسية والتركيز على هذا الإنسان اليمني الذي يستحق هذا الاهتمام ويستحق هذا التقدير وهذه التضحية. أحسنت.
واليمن يستحق كل هذه التضحية، شرط أن تكون تضحية عن وعي لا عن تشتت وفتن. نريد أن تحدثنا عن عراقة التاريخ اليمني أو صورة من عراقة التاريخ اليمني تناقضها صورة من وجع الحاضر. انقل لنا صورتين، صورة من عراقة التاريخ وصورة من جرح الحاضر، تفضل. في اعتقادي اليمن هي من أولى الحضارات الإنسانية، لعبت دورا مهما في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ثم لعبت دورا أساسيا في الحضارة العربية، ثم دورا رائدا في الحضارة الإسلامية. نعم. فكان لها ثقلها في الأمة الإسلامية وكان لها وزنها المهم. فالتاريخ اليمني تاريخ عامر بالأحداث الجميلة، بالمواقف الإنسانية، بالحضارة. ما هذه الرؤية الجميلة للأسف الشديد لن تجدها هذه الأيام. نعم. بحكم أن اليمن أصبح منطقة تنازع فيما بين أهله، لم يلتفت الإنسان اليمني وغير اليمني للحضارة الموجودة، وتم تحويل هذه الحضارة كلها، اختزالها في مسائل تتعلق بالاقتصاد اليمني، تتعلق بالوضع مع الجيران، تتعلق بأمور خلافات قديمة حديثة أنا لا أجد لها رابطا هذه الأيام. فللأسف الشديد الإنسان اليمني حاليا لو سألته عن تاريخه لضحك، لأنه لا يجد هذا التاريخ منعكسا، تجده يهرب من يمنيته، تجده يحاول أن يتبرأ من هذا اليمن. فلا شك أن الأمور مقلوبة. هذا أكيد انعكاس جلل للحاضر اليمني، ونتمنى أن الأمور تستقر، لا نقول أن تعود كما كانت في سابق العهود، لكن أن يعود الإنسان المواطن اليمني له كرامته، أن يتماثل الجسم للشفاء شيئا. نعم. فشيئا. نعم. بإذن الله. بإذن الله نتمنى. أنا جئت متفائلا، أن أزرع التفاؤل خير من أن أنشر التشاؤم، فأحب أن أكون متفائلا. إلى جديد التفاؤل وقصيدة جديدة. طيب. أنت قلت أتيت حتى تغرس بذور التفاؤل، ونحن نبحث عن نبتة تفاؤل جديدة ربما تأخذنا من خلالها إلى عوالم مدهشة لا شك أنك ستحملنا إليها، تفضل. لعل من جميل التفاؤل أن يتحدث الإنسان عن الشعر من خلال الشعر، فهو يتحدث عن ذات الشاعرية في الشعر، تفضل. نص بعنوان احتراق أقول فيه: دخن ثوانيك، دخن ثوانيك، أنفث حالما طرفا، لفافة الشوق تبغو الحب لا تخفى. مجددا ودعنا نرفع صوتنا قليلا. دخن ثوانيك، أنفث حالما طرفا، لفافة الشوق تبغو الحب لا تخفى. سيجارة العشق طعم شيق أبدا، كوبية الجرح أفيونية نزفا، خذها انتظارا وجدد شهقها أملا، وإن عليها أذاب الخاطر اللطفا، خذها على موتة تحيي الفؤاد بها، كقاتل ما يرى في موته ضعفا. خذها على موتة تحيي الفؤاد بها، كقاتل ما يرى في موته ضعفا. وقهوة من مزاج الليل تشربها ذوقا، وتشرب بعد اللذة الكشفة، تعتق الروح في هال قرنفلة، كما تعتق جني يرى حرفا. يا الله. وترشف الشعر قطرا تلمدا ولها بالمعجزات، فكنت الرشفة الأصفى، كأنك الوحي، كأنك الوحي، لكن أمة رجمت طهر النبيين لن تستشعر الوصفة. كأنك الوحي، لكن أمة رجمت طهر النبيين لن تستشعر الوصفة. دخن معاليك، دخن حلم أوردة، واشرب جراحك بنا تعشق الرشفة. هذا احتراقك، إما زدته شعلا أو مترمادا بليل زدته خسفا. هذا احتراقك، إما زدته شعلا أو مترمادا بليل زدته
خسفة. حتما سيزيد شعلا والشعل ستفتح مزيدا من الأبواب نحو حرية منشودة. دكتور معين، يعني جئت على ذكر القهوة والبن وشوقتنا للأمانة للكثير من نفحات الصباح الجميلة في اليمن، وإن كان النص فيه نوع من الاعتراض والتمرد على الواقع والسعي يعني في اتجاه تخليق الذات البشرية التي تعرف الحق فتلتزم به، لكن دعني أخذ جزئية القهوة والبن التي اتكأت عليها هنا، وفيها اتكاء على شيء من الموروث اليمني أيضا. وربما قل من يعلمون من أهل منطقتنا العربية أنه كما أن الغرب يتباهى بالبن البرازيلي، علينا أن نتباهى أيضا بالبن اليمني، ولربما كانت التجربة اليمنية أسبق من البرازيلية. أما شباب، إذا كان لديك معلومات في هذا الجانب خصوصا موضوع المخا، ليتك تقدم لنا ما تعرف. الذي أعرفه يعني بنظرة سريعة أن ميناء المخا، نعم، هو ميناء حاليا في الحديدة، كان هو المصدر للبن العربي الأصيل، وهذه النبتة كانت رائجة جدا. طبعا إلى اليوم القهوة العربيكا، ومنها جاءت تسمية موكا، الموكا ليس كذلك، وكذلك القهوة العربية أو ما تسمى بالأرابيكا الحالية حتى تصنع في كولومبيا وتصنع في البرازيل، لكن جذور النبتة من اليمن. جذور النبتة موجودة في اليمن، وجودتها ونوعية البن اليمني إلى اليوم، البن اليمني يعتبر من أرقى أنواع البن. ربما أقول للأسف أن نبتة القات أخذت مساحات أكبر حاليا من زراعة البن، بحيث أن نبتة البن تنبت في موسم واحد، أما القات فينبت في عدة مواسم، فاختل الميزان. لكن تظل نبتة البن هي من أحد الرموز الشهيرة القديمة من 200 سنة إلى الآن. طبعا البن اليمني والعسل اليمني والفواكه مثل العنب وغيرها رموز من التي تجمل بلادنا، ونتذكرها حتى مع المآسي ونستمتع بذكرها. أحسنت دكتور معين. يعني الحديث عن الرموز اليمنية ولا شك يقودنا إلى الحديث أيضا عن المثقف اليمني. باعتقادك، ما هو الدور الذي يمكن، بحدود الممكن والمتاح، الذي يمكن أن يلعبه المثقف اليمني بحيث أن يكون دوره إيجابيا على الأرض فعلا، وليس مجرد أقاويل أو حديث هنا وحديث هناك؟ كيف يمكن لهذا المثقف أن يعزز برأيه، بموقفه، بقيمته، بقيمه، الواقع الحالي، ويسهم بانتشال مجتمعه من الضياع ويأخذه إلى فضاءات واسعة من الهدى والنور والحرية؟ دور المثقف اليمني دور توعوي، المفروض، نعم، أن يلتفت إليه المثقفون اليمنيين. فعلى المثقف اليمني أن يركز في الجوانب المهمة حاليا في انتشال المواطن اليمني من جهله، نعم، تثقيف المواطن اليمني، محاولة تسليط الضوء على بعض النشاطات سواء كان على الأرض في تطبيقها، سواء كان في صالونات أدبية، في أمسيات شعرية، في تثقيف الجيل الشبابي وجيل، نعم، الأطفال. حاليا في الحرب الموجودة تكاد تكون معدومة هذه النشاطات. طبعا المسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية دولة، لكن يظل المثقف اليمني بيده أن ينزل، نعم، إلى الشارع، ولو كان في المقهى، ولو كان في المدرسة أو الجامعة. أحسنت. ويبدأ أن ينطلق من هذا المجال المحدود، ولكنه مجال مهم جدا، أن ينشر ثقافة المواطنة، ثقافة التسامح، ثقافة عدم الظلم، ثقافة المحبة، ثقافة كل الأفكار التي من شأنها أن ترقى، نعم، بالمجتمع. الشاعر بشعره، نعم، والقاص بقصته، والرسام برسمه، والفنان بفنه، وعلى المثقف أن يجد له كذلك أن يشكل نوعية من الصالونات الأدبية باجتماعه مع إخوانه الآخرين وتواصل. نحن في زمن التواصل، فأنا أعيب قلة هذا التواصل، ربما بسبب الظروف المادية، ولكن لدينا زخم في لدى كثير في من ناحية العددية، ومن ناحية وجود الكثير من الشعراء والكثير من القاصين اليمنيين، لكن لا تجدهم يجتمعون في صالونات معينة. أنا أدعوهم من هذا المنبر أن يشكلوا قدر الاستطاعة، ولو كانت موجودة على شكل مواقع إلكترونية، لكن في الواقع
ستلعب دورا مهما وسنكتشف مواهب جديدة وإبداعات جديدة ستسهم مستقبلا في تطوير المشهد اليمني بإذن الله. خذنا إلى القصيدة الجديدة الآن. أنت بالخيار، ماذا تريد؟ اقرأ ما تحب. طيب، الخيار مفتوح لك. كل ما ستقرأه علينا أكيد سيكون جميلا، تفضل. سأنتقل لا أدري هذه المرة، لا أدري لماذا أحب الفلسفة. قلنا إلى فلسفاتك. نعم، قصيدة بعنوان مسافات ملغمة بالأمل. الحمد لله أنها ملغمة بالأمل وليست ملغمة بشيء آخر. نعم الحمد لله. تفضل. لأنك التيه لم تعتدك بوصلة، لأنك التيه لم تعتدك بوصلة، فاتبع جراحك حتى تسخن الجهات، لأنك الخطوة الأخرى بدت قلقا أولى خطاك، ولم تسألك ما الصلة. تمضي إلى غاية ما زلت تجهلها، في قمة الروح والأزمان منهكة. تمضي ومثلك كم يمضي على كبد قد قلمته أحايين وأمكنة. يا الله. تجتاز دربك وجها كنت تعرفه، تجتازه ووجوه الناس منكرة. تعدو لمنطقك الأسمى. تراه هنا جدواك حيث اصطفاك الفك والعنة. هناك ينسل منك الصوت مخترقا حجب الملايين في أصدائه اللغة. لا صاحب غير هذا الحرف كان يدا يرمي بظهرك إن خانته من سأته. لا صاحب غير هذا الحرف كان يدا يرمي بظهرك إن خانته من سأته. يا الله. لا سامر في ظلام الحب غير أسا يحكي وتطرب في شهقاته الرئة. يرقع الليل ما خرقت من سهر بالذكريات، فخيط الشوق أخيلة. وتحتسي البن من فنجان عبقره شعرا كأنك يا ذا الهال محبرة. يا الله. ما زلت وحدك، جمر الشوق يجمع ما تشيئ الجرح، جدت منك أفئدة. تعانق الخطرات البكر تلثمها من أول الليل حتى تبزغ الشفة. تعانق الخطرات البكر تلثمها من أول الليل حتى تبزغ الشفة وتنتهي في طريق لست تبصره إلا إليك فتأبى ثم تنفلت. كم تشبه التيه لولا أدركتك منى تشير نحوك صوتا إنه الهبة. والله أنت هبة هذا الأسبوع من بيت القصيد للأمانة دكتور معين، ما شاء الله عليك مبدع بكل حالاتك، يعني بعد لا فضة فوق. ربما هذه القصيدة تقودني إلى سؤال يؤسس للدور الذي ينبغي على الشاعر أو المثقف أن يقوم به، لكن باعتقادك ما الذي يحتاج إليه مثقفو اليمن بشكل عملي خصوصا في هذه المرحلة حتى يكونوا يعني ذوي أدوار مؤثرة فعليا؟ دعنا يعني نناقش الواقع بكل واقعية وبعيدا عن اللغة الشعرية، دعنا نلمس الواقع بشكل حقيقي. ما الذي يحتاجون إليه حتى يكونوا مؤثرين فعلا؟ ربما هم يحتاجون إلى عدة أمور، ربما احتياجاتهم إلى أمور شخصية، وربما هناك احتياجات خارجية. المبدع بشكل عام يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى منصة حتى يظهر. هذه الأمور مفقودة في المشهد اليمني على مستوى، أتحدث عن الشعراء بما أنني من زمرتهم. سألتني كيف أن الشاعر يبرز ويكون له دور؟ أنا أعتقد حالياً جهود من المؤسسات الموجودة وجهود من الأسماء الكبيرة في الساحة اليمنية عليها أن تتبنى أسماء معينة وتأخذها وترعاها وتأخذها إلى العالمية، تخرج من إطار البلد المحدود إلى الوطن العربي والإقليمي وتنشر هذا الإبداع. فمع الاحتكاك الشعر مع شعراء آخرين من فلسطين، من سوريا، من العراق، سوف تنضج التجربة اليمنية.
ربما التجربة اليمنية في كثير من جوانبها حاليا تبدو غير ناضجة بحكم الخبرة المحدودة، فالشعراء متأثرون بالبرادوني، متأثرون بالمقالح، بهذه الأسماء، لم يخرجوا من عباءة البرادوني. نعم. الكثير منهم وهم شعراء يعني في مرتبة جيدة. نعم. لكن نريد منهم أن يخرجوا إلى العالمية، أن يخلعوا عباءة البرادوني إلى عباءة التجارب. نعم. يحتاجوا إلى تنويع التجربة، يحتاجوا إلى قدوات جديدة، يحتاجوا إلى هذا التوجيه، وأنا أعتقد أنهم سوف يكون لهم دور في المستقبل القريب إن شاء الله بإذن الله. وكذلك سوف يكون لنا يعني وقفة مع العديد من القصائد القادمة، لكن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل، بعده نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم بضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. معنا هنا في الأستوديو الطبيب، طبيب الكلمة قبل أن يكون طبيب القلوب، الشاعر الدكتور معين الكلدي من اليمن. العلاقة ما بين الطب العضوي والطب الروحاني أو الشاعري، ما بين الكلمة والمشرط، أو ما بين خلينا نقول بنج القصيدة والبنج الموضعي الذي تستخدمه في عملك، هل ثمة قاسم مشترك أو خيط وسط؟ تفضل بصراحة. بصراحة أنا أكتب الشعر قبل أن أكون طبيبا، لكن الطب أثر بشكل كبير في كتاباتي بدون أن ألاحظ، يعني تأتيني الملاحظات من القراء يقولوا لي تذكر أنت دائما الأعضاء، القلب، الأورية، بنادول. لم أصل إلى البنادول، لكن وصلت إلى الأدوية، وصلت إلى. لم تذكر أسماء بعض حبوب العلاج في قصائدك؟ الحمد لله إلى الآن. معقول؟ كأنني قرأت لك شيئا من هذا القبيل. ممكن ذكرت أفيون. نعم. لكن لم أذكر، طبعا أنا كطبيب تخدير لنا بعض المصطلحات. نعم. لكن في كثير من المصطلحات، وفي لقاء سابق دعاني أحد منسقي البرنامج أن أكتب ديوانا كاملا في الطب بحكم، فوعدت في المستقبل ربما أفعل ذلك. أنا أعتقد أن المهنة مؤثرة جدا. أكيد. ربما لطفت من شعري، ربما حسنت من أسلوبي، لكن أريد أن أكون في مرات كثيرة خارج هذا النمط، لكن يشدني إليه دائما. وأظن أنها حالة عامة يعني تلامس كل الشعراء، أن مهنهم التي يعملون بها ويشتغلون فيها تنعكس في صحيح. نصوصهم وتكون حاضرة إما بالتلميح أو بالتصريح. صحيح. إلى قصيدة جديدة دكتور معين، تفضل. من باب التنويع سأذهب إلى قصيدة سياسية. ربي يستر. نعم. موضوعها سياسي عن اليمن أم عن المنطقة ككل؟ عن المنطقة بشكل عام. طيب تفضل. ربما هي قصيدة غاضبة كعادة قصائدي. أسميتها زحام غير مأهول. زحام غير مأهول. غير مأهول. أقول بها: فتش الآن عن خريطة حبك، قبلها هل أضعت رقعة قلبك؟ فتش الآن عن خريطة حبك، قبلها هل أضعت رقعة قلبك؟ ربما. قبلها عن براعم بحياة، قبلها عن تيبس في عشبك، قبلها لم تزل كقبلك تبكي، بعدها مثلما فقدت بخطبك. قبلها لم تزل كقبلك تبكي، بعدها مثلما فقدت بخطبك. يا الله. فتش اليوم، فتش اليوم عن ضميرك ميتا أيها الحي في جنازات دربك. يا الله يا الله.
لست تدري، وهذه التكنولوجيا تفحص الذرة أين مجهر صلبك، لست تدري، وأنت ضحكة قوم في نيويورك أتقنوا فن ضربك، كالكوميديان إنما بعيون تقذف النار كم سلكت وربك، لست تدري، وكم ببرلين سوري تلاشى وموته في قربك، لست تدري، ولعن هذا الرضيع الأمي يستنزف لست تدري، ولعن هذا الرضيع الأمي يستنزف البقاء بحربك، جنة الله في روابيك لكن أقبح العيش ما يكون بجنبك، جنة الله في أراضيك لكن أقبح العيش ما يكون بجنبك. أيها الغر لون الثور، يأتي دورك الآن، لست تنجو بكسبك، فارغ أنت، ناطحاتك صخر، أنت أقسى من الحديد بذنبك. يا الله. تافه تخزن الملايين لكن من دماء الأولى فقرت بنخبك، فتش الآن قبل ما في كتاب يلعن الكون ما حصدت بخصبك، فتش الآن قبل ما في كتاب يلعن الكون ما حصدت بخصبك. وأظني على القسوة فيها نصيحة، برغم فيها من قسوة إلا أنها لم تخلو من النصح ربما، ولكن نصيحة قاسية، كأنك تقول يعني انتبهوا قبل أن يفوتكم القطار وقبل أن يفوت الأوان. ربما وربما هي أشد من ذلك، ربما أنا حاولت أخففها يعني بقدر الاستطاعة، ولكن خرجت ساخنة وقت كتابتها. إلى أكثر ما ينبغي أن يتشبث به المثقفون في هذه المرحلة باعتقادك، المثقفون بشكل عام وليس اليمن فقط. أتمنى أن يتجنب المثقفون التقليد، هذه أمنية خاصة. هذا على المستوى الشعري، حتى على مستوى الرواية، على مستوى نعم. نريد بصمة، يعني على المستوى النتاج الأدبي، نريد تكوين شخصيات أدبية جديدة، لا نريد نسخ. نعم. أنا بعد أن بلغت هذا العمر وبعد أن قرأت ما قرأت، أجد أن لدينا نسخ بالآلاف من المثقفين، أن كانوا على مستوى الشعر حتى في نسخ مكررة، مكررة تقليد، ترى أن هذا الأسلوب مكرر. لا, لا, لا يعني لم تجد بعد من ينحت نفسه. العملية تحتاج إلى وقت، هذا شيء معلوم، لكن أجد أناس يدورون في دائرة مغلقة. على المثقف أن يجد طريقة ثم ينطلق، أن يضع بصمته، نحتاج هذه البصمة، وإن كانت هذه البصمة لا تشكل نوعا خارقا، لكن البصمة قد تشكل لونا في المستقبل القريب. هذه نقطة. النقطة الأخرى على المثقفين أن يتركوا العداوات ما بينهم. أنا أعتقد أن في هذا الزمان ووجود السوشيال ميديا جعل العداوات أكثر تواجها ومواجهة بين المثقف والمثقف، بدلا من أن يكون أرضية لبسط القلوب وفتح الدروب أمام محبة تدوم. صحيح. وجدناه للأسف يدعو إلى التناحر والتنافر. نعم. والتشرذم للأسف شديد. هذه نقطة بعد مهمة جدا. نعم. نتمنى أن يكون الأدب للأدب، ليس للسياسة وليس للشلالية وليس للتعادي الشخصي. نعم. كيف يمكن للقصيدة أن تنقذ شعبا؟ هل هذا ممكن؟ بعيدا ربما عن المبالغة بالشعرية، هل ممكن؟ لو كان ممكنا لتحررت فلسطين. نعم. لكنها لم تتحرر. تحرير الشعوب يحتاج أكبر من هذا الجهد. الجهد القصيدي هو جهد، هو إسنادي؟ نعم، جهد إسنادي، جهد توعوي، جهد توجيهي مهم لا شك، مهم، لكن يبقى أنه دور من ضمن أدوار كثيرة. نعم. على المعلم دور، على السياسي دور، على الشيخ الدين دور، على الأم دور. هو أساسي أم شكل من أشكال الرفاهية كما يرى بعضهم؟ أنا لا أراه رفاهية، أنا أراه رسالة، وإن كان حتى في التوجه الغزلي فهو يحفظ اللغة العربية ويحفظ الشكل اللغوي الجميل الذي نحن نعلم في هذا الزمان، حتى الأطفال أصبحوا ضعاف اللغة العربية بسبب. نعم. اختلاط اللهجات واختلاط اللغات الأجنبية. أنا أعتقد أن الشعر دور مساند، دور مهم، وكمثقف بشكل عام المثقف له دور كبير، لكن
هذا الدور دور إسنادي مهم جدا لبناء الشخصية المقاومة، الشخصية المتكاملة. فالمواطن العربي إذا تحدثنا عن العرب أو عن الأمة الإسلامية هو شخص متكامل عقليا، دينيا، أدبيا، ثقافيا، كل جزء يكمل الجزء الآخر. ويجب أن يكون أيضا الاهتمام الشعري جزء من هذه الثقافة التي تكون يعني ثقافة الشخص العربي الذي يسعى إلى يعني تخليق أو أن يكون خلاقا في مجتمعه، بناء لا هداما. تتحدث عن الشعر؟ نعم. الشعر هو أحد الرواد، ربما هو يتعرض للظلم هذه الأيام. صحيح. بحكم أن لاعب كرة القدم أصبح في منزلة أعلى منه بكثير، وأنا لست ضد الرياضة. أصبح في بؤرة اهتمام الناس بشكل مبالغ فيه وأكثر. أنا لست ضد الرياضة ولست ضد التمثيل بشكل عام، لكن أعتقد أن الشعر يوازيهم إن لم يكن أعلى. لكن هناك لا تشعر أن هناك من يتعمد أن يضع المثقفين في المؤخرة عن قصد وتقصد؟ هذا أكيد. يعني لا يمكن أن تكون عبثية جاءت هكذا. هذه ليست عبثية، هذا مخطط غربي لهدم الأمة الإسلامية بوضع كل ساعده عليه ذوون وأهلنا. بلا شك هذا شيء مفروغ منه. هل يمكن للمثقفين أن يحدثوا ثورة من أجل انتزاع حقهم في أن يكونوا في مقدمة الصفوف وبالتالي تحترمهم هم إلى الآن أمتهم. يقاومون وكما ذكرت في بداية اللقاء، الوضع مبشر بالكثرة لكن تبقى الجودة. نعم. الجودة تفرض على الساحة نوع من الزخم الذي نعم. يدفع بالناس إلى التقدم. أما إذا كانت الساحة ما زالت عشوائية فيظل الوضع راكدا. نعم. لكن بلا شك أن هذه مؤامرة، تأخير المثقف العربي، تأخير الفنون العربية، هذه مؤامرة على الأمة الإسلامية. يعني في النصف الأول من القرن الماضي كان حتى الفنانون ينظرون بعين الإكبار والإجلال للمثقف، للشاعر، للكاتب، للبارودي مثلا، للنجيب محفوظ وغيرهما. اليوم تجد هناك تعمد إهانة وتسطيح لدور المثقف، وهناك من يسعى إلى يعني تأصيل فكرة أن دور المثقف دور تكميلي وترفيهي وليس دورا أساسية. كما ذكرت سالفا هنالك جانب مخطط له، لكن للأسف الشديد هناك من يسيء من داخلنا، من داخل المثقف، جهة المثقف، من داخل الوسط. من داخل الوسط تجد من هو ليس بشاعر أو ضعيف ويضع أمام اسمه العنوان الكبير ويذهب ويمتدح الحاكم الفلاني ويمتدح، فأصبح الأمر مبتذلا، فلم يعد للشعر هيبته ولم يعد للأدب هذه الهيبة. هذا جانب من الجوانب. الجانب الآخر كما ذكرنا أن البيئة والإعلام يلعب دور كبير في المسألة هذه، والإعلام تجده يسلط الضوء على أمور كجوانب رفاهية أخرى تجذب يستمتع بها العامة أكثر من الشعر. ليس كل الإعلام أكيد، وليس جميع الإعلام، لكن لازال هناك، ما زال هناك الأمل الموجود. نعم. وإن شاء الله بكم وبغيركم من القنوات الرائدة في الأدب أسلم. أنها سوف ترتقون من المجتمع، ونسعى إلى الارتقاء أكثر بذائقة المتلقين في قصيدتك التالية. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سوف أخيرك بين خيارين. تفضل. بين خيارين لديك العناوين وأنت تختار. تفضل. وصية الوتر الأخير أم على قدر التمخض؟ على قدر التمخض أو وصية الوتر الأخير. خذنا إلى على قدر التمخض إذن، ولنترك الوصية إلى الختام. طيب. تفضل. مزاجي وهذا البن مائي، إذا عطشت قرنفلة المساء. يبدو أنني أحسنت الاختيار. مزاجي وهذا البن مائي، إذا عطشت قرنفلة المساء، بفنجانين من عبق القوافي وسكرتين يرشفن انتشائي. تخاصمني المجرة، كنت نجما تخاصم فيه أشباه الضياء. على قدر التمخض في التجلي، تجلى القدر في رحم النقاء، بحرف يشبه المعنى انتهاء، وفي طياته طال ابتدائي. الله.
ويدركه على ضوضاء سطري سكون الحس في صخب انتقائي. كأني أفرز الآهات شكلا خرافي التوجع والبكاء وأضحك ملء هذا الحزن حتى يقول الجرح بؤسا للشفاء. يا الله. كأني عاشق يرمي فؤادا مهاب النزف في شرك الظباء يمتعه عذاب الوصل حينا ويدفن نفسه بعد الجفاء. مزاجي وطقس الشعر يبدو جنوني الحرارة في شتائي. جميل جميل جدا والله. وأكتب ثم أمسح ثم يرضى حداثي التشرذم باقتفائي لأني هكذا أخفى اختيارا كلؤلؤة تغطت بالفراء. لأني هكذا أخفى اختيارا كلؤلؤة تغطت بالفراء فإن عميت عن الإبصار عينا فقد بعد الرخيص عن الغلاء. يا الله. فإن عميت عن الإبصار عينا فقد بعد الرخيص عن الغلاء. حشاك ودمت غاليا دكتور معين، لا فضفوك أكيد. بعيدا عن الأسئلة الغيرية دعنا نذهب إلى السؤال في عمق الذاتية، يعني ما الذي تنشده من وراء تعلقك بالشعر والقصيدة؟ أجب بكل صراحة وبعفوية. كما أقول لزوجتي تسألني دائما لماذا لا تتوقف عن كتابة الشعر؟ ما الفائدة من الشعر؟ أقول لها هو نوع من الراحة النفسية، نوع من إيصال رسائل شخصية. أنا لست مع أن الشعر أو مع توجيه الشعر لخانة معينة. الشعر هو بنفسه مشروع حياة، هو فن قائم بذاته. إن كتبت عن الطاولة فهو فن، تكتب بلغة وتكتب بفن. ليس بالضرورة أن يكون شعرك فقط موجه للكتابة عن الفقر أو موجه عن موضوع معين أو عن توجه معين. نعم. مهما تكتب وتضع روحك في هذه الأسطر وتبدع فيها فهو إبداع. أنا أجد نفسي سعيد وفي قمة سعادتي عندما أنجز نص أدبي جميل وأقرأه مرارا، وأسعد جدا عندما يستمع إلي من يفقهون هذا النوع من الأدب. أراه في كياني، أراه في وجودي، أراني أموت ويموت معي، لن أستطيع التخلي عنه. نرجو لك مداد أو مديد العمر دكتور معين، وإن كنت ستقرأ الآن وصية الوتر الأخير. هل سنختم بها أم بالغزل؟ الخير لك، لدي هذه ولدي غزل. والله أنا أرى أن يكون أن تكون وصيتك غزلا أجمل. إذا ننتقل إلى الغزل. تفضل خذنا إلى غزلك. نعم. وجدتها. انفراط قلب. انفراط قلب. سلام الله قلبك الجميع وقلوب كل أحبتك والسادة المشاهدين الكرام. لأنك لو فسرت معنى اللطافة بغمزتك الخجلة عرفت انكسافتي. لأنك إن طافت على الهمس نحلة تناغمك الأشهى بطعم الكنافة. الله الله الله. أعد. لأنك لو فسرت معنى اللطافة بغمزتك الخجلة عرفت انكسافتي. لأنك إن طافت على الهمس نحلة تناغمك الأشهى بطعم الكنافة. لأنك والحب الذي فاح من دمي تعيدين نبضا مات قبل التفاتتي. أكلك عندي ضعت من آخر المنى بأول ضوء موغل في الرهافة. وجئتك صبا يحلب الشوق قلبه هنالك صبي من لذيذ المسافة. وجئتك صبا يحلب الشوق قلبه هنالك صبي من لذيذ المسافة. تغربت بين العين والخد حينما تحيلين صحرائي لعشب الرصافة. الله. تعريت بالخيط الملألئ نظرة وما زاد خصف القلب إلا انكشافتي. فما لي عنك الآن أحتاج قبلة تزاوج قلبينا بعقد السلافة.
تلذ شفاه العاشقين برشفها وتسكر من كأس بطعم الخرافة، لأنك والدهشات تبرد بعضها تلفين إبهاري بدفء الضيافة، تلفين إبهاري بدفء الضيافة. أنعم وأكرم بها من ضيافة، وحتى وأنت تقول الغزل تقوله بنوع من التحفظ، لماذا؟ لا أتحفظ، لكن هذه القصيدة اخترتها في هذا البرنامج، ولدي قصائد كثيرة. أحسنت، أرى أنها مناسبة لهذا الجو. أخيرا، رسالتك إلى اليمن الكبير، رسالة من أجل المستقبل، من أجل ابنك الذي تريد له أن لا يخجل من وطنه حينما يكبر، ماذا تقول؟ أقول له أن يترقى في هذه الحياة ولا يلتفت للمعوقات، أن يستغل الفرص الموجودة في المجال الذي يحبه، وأن يضع في عقله الصغير أنه في المستقبل سوف يلبي نداء الوطن وسوف يخدمه. رسالتك إلى الوطن؟ رسالتي إلى الوطن ستعود حراً أبياً، ولكن قبلها يجب أن يعود الأبناء إلى رشدهم، وأن يعود الأخ إلى أخيه. أحسنت دكتور معين، قضى الوقت سريعا، كنت أرجو أن يطول هذا اللقاء بك، لكن كل بداية سعيدة لها نهاية أسعد، وأكيد هي نهايات مفتوحة على بدايات لن تنتهي، وأكيد دائما يجمعنا الشعر وتجمعنا القصيدة ويجمعنا الوعي الذي كان حاضرا فيما تفضلت به من نصوص. في الختام أشكرك على تشريفك لنا هنا في استوديوهات الرافدين. شكرا لكم جزيلا، وأسعدني إلقاء الشعر هنا والتحدث معك. بورك بك دكتور معين الكلدي، الشاعر اليمني الجميل جدا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته نلتقي وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.